اسمع نقول لكم العزيزات، بداو اللافة والفرق صعيب، ولاني كيف قالوا زمان المعول راح. هي سفينويتي ماشي الخاطر يا بنيتي، تجار كلهم اتفقوا واختاروني من ورا هادشي اللي طرق، ما بقاوش قدروا يديروا الثقه في شي واحد اخر يزطت لهم القافله من غيري. دير براسك مريض وتهنى. علاش نكذب ولا كبوا من الشيب؟ لا يا بنيتي فطوش، هاد الناس كل ما عرفوا عليا الصدق كاع ما يتيقوا فيا، واخا انا شرفت وخلفت فضلوني على الزطات الاخرين وجاو حتى لهنا يقلبوا عليا. حتى حنا محتاجين لك با، شكون اللي غادي يقابلنا؟ ملي ماتت المرحومه ما بقيتش نقدر نسافر ونخليكم بوحدكم، ولين الدوام هذا والوقت كتحنت، وحنا اللي دمنا على هاد الحال ما بقيناش نلقاو ناكلو. بالحق اللي شاطني وشاغل بالي هو واحد الامانه عندي في رقبتي، ثلاثه البيضات حرات غرات، الا ديتهم معايا في السفر خفتهم لي يترسوا ليا في الطريق، ولا خليتهم هنا ورايا نخافهم لي يخسروا، ولا تمد لهم يد الغدر ويتفصوا. الحل ديالهم سهل، غنديروهم في المطايب نسرقوهم ونفرقوهم بيناتنا، هم اللي ترجع وغرمهم لماليهم، ياك غير بيض بيض. انا كيبالي نقلقوا عليهم الدجاج، ومن اللي فقصوا ويخرجوا فلالس نربيهم حتى يكبروا ويبداو يبيضوا ويحضنوا، ومن اللي ترجع عبا تلقى الزريبه عامره. وقيلا فهمت قصدك ابا، البيضات علاش انت خايف؟ هما حنا بثلاثة ياك، حيت بنادك شلاش خايف علينا؟ وليني غير تهنى، حنا راه كبرنا ودرنا عقولنا، قدرات نحضيو الغيبة ونديرو على نفسنا الهيبة. كين هادشي البنات ولا لا؟ الله يرضي عليك عويشتي، جوابك رفع مقامك عندي. هاك يا بنيتي هالسوارت في يديك، وهاك هاد رزيق باش تقضي حتى نجي. عرفي كيفاش تصرفي، راني امنتك على خواتاتك. واخا با الله يرضي عليك امنيتي.
سمعوا معايا البنات، كمل جبل حس الرجال هذا. وين نتخباو بالزربه؟ علاش نتخباو؟ با كان ديما مخبينا ونزيدو نتخباو. بلاتي بلاتي البنات، واش شفتوا شكون اللي قدامنا؟ السياده هادو؟ لا، غير رجال كيتنزهوا بالحق، باين عليهم من الناس الخيار. هذاك راه مولاي عبد بعينيها الهبيلات، هنا واحد فيهم ذاك اللي لابس الخضر باقي صغير، عمري ما ظنيتش يكون على هاد القد. انا شفتو هادي شحال في المنام. شفتو ملي الله ما تباه كان كلشي مشغول مع الكنازه، وانا طلعت عليهم فوق السور وشفتو. ومن نهار شفتو وانا كنحلم بيه في المنام. حلم ابن الزطاط على قد الحال، علاش؟ شنو خصني؟ اجاب القرد الغزال. وصافي صافي، دابا يسمعونا. لالا موت سيدي، واش نجيب لكم العقبيه لهنا ولا نديها لكم القبا؟ جيبيها لينا هنا نيت. واخا لالا. ميمونة. نعم لالا. وجدي واحد البراد لويزه لصفيه. واخا لالا. مالك طاير لك عاوتاني وزعفانه؟ مولاي عابد عيط عاود لشافيه باش هي اللي تدخل له الطاس وتغسل له رجليه. معليش، مره عليها ومره عليك. عاد كيعيط لها ديما غير هي، كبر ليها الشان وختارها ما بين الخدم. ما انا بنت القاع والباع، اصله معدن. ولا يني لسانك صليت وديما معبسه، والنفخه ديالك فايته القياس. اما شافيه لسان الحلو ومبشوره، راه المثل تيقول مرا الحلاحة غلبات مرا سحارة. هي دابا انا وليت سحارة. ها اللي قلنا، نيتك خايبة وديما لسانك تسبق كل العيب. بصحة مولاي. واش نحب الخاطر قبل ما نمشي؟ جلسي يا شفيع، بغيت نتكلم معك. انت لبيبة وعقلك حكيم، على هادشي بغيت نتشاور معك في شي امور. نعم سيدي. با الله يرحمه كان ديما كيوصيني ويقول لي اربط تلقى ما تسيب، وجوع كلبك يتبعك. على هادشي كان ديما كياخد الناس اراضيهم بلا موجب شرعي ويخدمهم عنده باش يبقاو ديما تحت يدو، يرفع عليهم باش ما بغى الوقت اللي بغى. اليوم وانا خارج كنت نزه، بلوني الناس حفيانين عريانين، ما لاقينش ما ياكلوا، وارضهم عندي حرت، ما عرفش اش ندير. واش نتبع ريبا ولا ري ونعطيهم ارضهم؟ ايوا انا من ري سيدي الله يرحمه، من اللي قال ربط تلقى ما تسيب، ولكن باش تربطهم فاش بقات ما تربطهمش بالجوع والقهره. باش غادي نربطهم يا شفيه؟ رد ليهم ارضهم، ربطهم بالفعل الزين والكلمه الحلوه، ربطهم بخيرك وخليهم يحسوا باللي انت واحد منهم، وملي يجيو يتحاكموا عندك خدم عقلك وتمهل باش ما تظلم حتى حد، وكون ديما على بال، وما تكونش رطب بلا قياس حتى يعصروك، وما تقساحش بزاف حتى يكسروك. واسمح لي يا سيدي على هذا الكلام، الري الاول والاخر ديالك واللي تشوفها مسلكك عملها. كلامك رزين ومعقول، وزيدون انا اللي طلبت رايك.
جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة احداش اتناش تلتاش أربعتاش أربعتاش. ولا هلا الخمسطاش تسهل وباقي ما جاتش اخبار على با فين وصل بالقافله. عاد عرفت بحق امي مسكينه علاش كانت كتقلق وما تبقى عندها خاطر ملي كيكون باب مسافر، وبالخصوص الى تعطل. تيتي سربي مالكي ساهي؟ توحش با فطوش ما عرفت مالو تعطل. هذاك هو حالو على حد عقولي، الا سافر في دار الحرت ما يرجع تنصيفو مرتين. على نهار ما تتم يحضر ليها ولا مشى في جنازتها. اري 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 راه المغلى. البنات اش كديروا عاوتاني؟ هانتي كتشوفي فينا كنوجدوا باش نديروا العصيده للعشاء. هاري هاري لي هنا. شدي نقصي هاد الشي راه كتير، خاصنا نراعيو ونتمشاو على قياسنا وقد جهدنا. شو كدير؟ قتلنا الجوع من الصبح ما طاحت مطحونة ترحى في كرشنا. المونة اللي عندنا محل شي واش تقدنا، وحنا مازال ما عارفين حتى امتى غادي يرجع باب القافله. ونقصي عفا بنيتي نقصي. اش كيحسب لك راسك من الصبح وانت كتعوجي علينا؟ شكون عطاك الحق تقربي الحوايج امي؟ ماشي شغلك، با هو اللي عطاني السوارت وسير حرك العصيده على قلبك. والله كل ما حشمت تنخويها لك على راسك. يلا حرب وش ديري ديريها. صافي محش قول كيطاق بنات السيسال. شكون؟ احلوا الباب بنات السيسال من الزطان. شكون انت؟ انا رحال. شكون رحال؟ شكون انت؟ عويشة. عويشة شكون انت؟ رحال مول بغلال قرطيطة بلي أمارة اللي قطعتي لها شرابتها ملي جابك باك عندنا صغيرة. عقلتي يا عويشة؟ قولي عليه عمي رحال مسافر مع با. وي داكشي اللي جاي عندكم جايب ليكم خبارو. خير حلي ليه الباب عويشة، بين عليه من صوته ما كيكذبش. تبارك الله تبارك الله كبرتو. اش من خبر جايب لينا؟ اش نقول لكم ابنيتي ما عرفت منين نبدا. ملي كنا راجعين بالقافله انا وباكم في الطريق ظلام علينا الحال، ونصبنا الخيام ونسنا المتاع وخلينا البهيم ترتاح حتى الصباح. ولين نيم اللي عسعس الليل وتقطعت الرجل غفلت عينينا وما حسينا بريوسنا حتى داروا بينا قطعت عيا دوره الخاتم. ناضت الحركة وحمات كل شي تفتن ما بقى عقل وكلها فين صد. وبا من يطلع الصباح ما بان ليها طار. هي نجا منها والله عالم ابنيتي. المهم هادشي اللي لقيت من متاعه وجبته لكم وجيت باش نقول لكم ونخبركم. الله يرزقكم الصبر. كيش با يفرط في متاعه وسلاحه. شكرتو كميتو ديما تحت باطو عمرو ما فرقهم. الله يرزقكم الصبر بنيتي الله يرزقكم الصبر.
نبقى عندنا ما ناكلو. المونة اللي كاينه يلا تكفينا هادي 3 ايام. ما عندكم لاش تهزوا الهم، انا وعدت بابا باش نقوم بكم باش حتى حاجه ما تخصكم. كون غير صبات الشتاء على الاقل كنا نزرعوا بطاطا. انا غدا دي نمشي نقلب لر تحت الشجر الله القايرني، راك يعمر الكرش وكيسد الجوع. دي معاك عويشه، راك تعرف تشمشم عليه حسن من الكلاب. انا غدا عندي ما يدار، تصبحوا على خير. عاونينا تيتي، عاونيني. شنو داكشي يا عيشة؟ منين جبتي هاد المعزة؟ اش كتسولي؟ عطيت الله حليلو، شحال زوينة. غادي نذبحوها؟ لا، غادي نربيوها ونوليو كل الصباح نشربو الحليب ديالها. اش بغيتو نسميوها؟ نسميوها عطيت الله؟ لا، نسميوها العزيزة. اخرجيها من الزطاط. شكون هادي؟ عاجي لهنا، خليها تشوف شكون. انا اللي غادي نشوف شكون. اش كديري؟ سرقتيها؟ كميلها فمها وخبيها. خرجي عند المرض ديلها معزتها. بغيتيها تبين علينا السرقه ودير بينا بالراح وتفضحنا قدام الناس ياك؟ بنادم الزطاطي دايرين فيه الناس ثقه سرقوا معزه. ملي انت عارفه هذا الشيء كامل علاش سرقتيها؟ قلت لك خرجي ليا، وخرجي ليا سرقت المعيش. وصافي دابا لي ترى واش دوها ليله تبعني قدام المراه. ياك لاباس؟ اش كاينه لاله شامه؟ مالك حميها الغوات؟ بالسيف ما نغوت، دخلنا عليك بالله، ما حشمتي مراعيتي، سرقي المعزه ديال ماليا، والله كون ما حشمت على وجه باك والمرحومه امك يا حتى نديك عند مولاي العابد. يلا سيري جيبي ديال المعزه ديالي. لاله شامه؟ انا على الشيطان. واش من المعزه؟ هذيك حديد دانا، راني كنعرفك مزيان، وكنعرف البايزك، ملي كنتي باقا جدره في الارض. شوف لاله شامه، إلا جرت لعقلك شي حاجة سيري زوري، هالقبة غير قريبة. انت إن شاء الله اللي غتزوري قبة مولاي عابد، إلا ما عطيتيني شي المعزة ديالي. إلا بغيتي نمشيو عند مولاي العابد يلاه من دابا، ما عندي علاش نخاف. بالحق لا شامة، ما عندي ما نلبس، محالش يخليوني ندخل عنده بهاد الحالة. أنا لالا غادي نعطيك الحيك باش تستري، هيا الله زيدي معايا. واخا. يلا انتم تكلموا، قولوا شنو هو الخلاف اللي بيناتكم. يلا تكلمي يا بن زطاط، قولي علاش جينا لهنا. لا لا لا، حاشا ولله، حتى نكون ماشي بنت الاصل نكون ناشفه من الحياه باش نتقدم قدامك. تكلمي انت الاولى، اللي كبر مني عمر وسع مني نظر. المراه على حق. تكلمي انت، قولي ما عندك. انا سيدي ترزيت فيا من الله وفيامكم، هاد بن زطاط سرقت لي المعزه ديالي. من وصل لقطعات الكسيبة تبعتها للدار، خرجت فيا عينيها أو نكرتني. أش كتقولي أنت؟ إلا سمح لي يا سيدي نسولها، قولي لنا لالا، هاد الحاك اللي لابسة أنا ديال من؟ ديالي، ديالي يا سيدي، سلفتو ليها قبل ما نجيو عندك. وهانت سيدي كتشوف هاد المرأة مسكينة خاصها تزور الحكيم، وقيلة وقع لها شي حاجة في عقلها، اللي شافتها كتقول ديالها، وش هادي قبلها العقل؟
واش كاين شي واحد تهمك بالسرقه ولا يحالك الباطل ويزيد يسلفك كساتو فوق ظهرو؟ وزيدون هاد الحيك ما كاينش بنت مرا اللي لابسه بحالو في القبيله من غيري انا، حيت جابوا لي راجلي تاجر حمان. تاجر حمان سيدي راجلي انا ماشي راجلي هي. اويلي بغات نكرني حتى في راجلي وهذا منكر. اش دار لكم؟ هذه هضره خاويه، المراه شاطره وباين عليها الصدق، اما الشاكيه حجتها واهيه. خرجوا ما موسى. واخا سيدي. عندي من هموم الدنيا ما نخمم فيه ليل ونهار، ما يتقضى ما يتقضى، غنزيد بخريف نسى حتى هي. شفتي يا قلت لك ما عندي علاش نخاف. والله بنت الزطات لا دوزتها لك. المخيل في خيلك ركبيه. اجيه عطيني الحاك ديالي. او الله لا شفتيه، انت تهمتيني بالكذوب وهاد الحيك غادا ناخذو في ديال دم وجهي لقدام الناس ومولاي العبد مرمتيه. والله الا درتيها بيا حديد داله. وجدي راسك اش فيها الصفر؟ غير دي معاك مولاي صفيه، اما انا محال واش نقدر. على شنو بك؟ حسب راسي عيانه وفي الدوخة وكان حس بجوفي مروع. منين تونتي حاسة بهادشي؟ تلت ايام هادي. وعلاش ما قلتيهاش نشوف لك الحكيم؟ شفتك مهموم وبالك مشغول هاد الايام، قلت بلا ما نزيد عليك بالشطنة ديالي حتى هي. غادي نأجل السفر، وغدا في الصباح غادي نصيفط لك الحكيم يشوف ما بيك. ما كاينلاش. كيفاش ما كاينلاش؟ دادا ميمونه قالت لي شنو عندي. على ميمونه كتعرف حسن من الحكيم فهاد الامور؟ اش من امور؟ قالت لي بلي هذا غير لوحم. ليك لحقو يضم عقلو، راه الطحل ما كيطيحش من السما. وزيدون خاصنا نتكيسوا على هادشي اللي عندنا، وحتى وحده فيكم ما تقرب لديك الدره اللي جبت. خاصكم تعرفوا باللي لو جيبه كتعطى غير مره، وهادشي اللي جبتو اليوم ما نقدرش نجيبو غدا. راني كنخطفها منا بالديب. دابا صافي بلا ما تبقاي تمني علينا. نوضي نوضي تشتي مجمعي الميدة بلا ما تبقى تحل علينا في فمها. علاش ديما ما كتفهمونيش؟ علاش هذاك الحيك ديال المراه راني بدلتو بحبوب القمح والشعر والذره، ماشي باش نطحنوهم في الراحه ونصرطوهم. ومالنا حنا غنديروهم قليه ونخرجوا نعاودو فيهم البيع؟ هذيك زريعه غادي تحزموا معايا البنات وتشمروا على كتافكم، خاصنا نقلبوا الارض باش غير طيح الشتا ونزرعوها. على ربي جود علينا مولانا بالشتا هاد العام. يا ربي امين. انا غدا راني غادي نمشي للمدينه. الدنيا معك، انا عمري ما شفت المدينه كيف دايره. اش بغيتي تشوفي فيها؟ ما فيها ما يتشاف، الديور ملاصقين شي حدا شي، والزناقي عامرين، والناس يجريو زعفانين، كلها عنده ما يدار. واللي ما عنده شغل كيحطوا عليه العين بياعين الخدم حتى يقبطوا ويبيعوا في سوق العبيد. وانت ما خفتيش يقبطوك؟ لا انا عندي ما يدار. شفت شي توب كتهبل وكتدي العقل، قلت رجع ليهم نجيبهم. لقينا ما ناكلو بقى لينا غير التواب. عندك اختي عويشه ما بقى عندي ما نلبس، خصنا الكسوه ولينا نحشمو نخرجوا في القبيله. حتى انا القفطان اللي كنت كنبدل بيه قطعتو ليا ديك المعزه العفريته. حالفها فيك حيت البخل ديالك ما خلاك تخرجيها حتى طرعه. نخرجها؟ بغيتي تشوفني لاله شامه وديني المولاي عابد؟ انت عرفتي كيفاش تسلكي راسك هذيك النوبه، وانا بغيتينا نحصل فيها. اش هويشه مين غادي يجيك باش تشري التواب؟ غادي تسرقهم حتى هما. لهنا يحييك. غادي نمشي عند واحد السيد صاحبه، داك النهار قلدني وقال لي باش فين ما خصتني شي حاجه نمشي ناخذها عنده. ردي بالك عويشه لسما المديج ليلنا في التراب، الا انت تسرطات لك الفضيحه ديال المعزه والحيك حنا البقا وحله لينا هنا.
سي جعفر الله يهنيك. سلمي على لغيتا وقول لها ما حلكم هذا. باش حب خاطر الغزالة اللي كتوحم؟ بغيت الخس اللي نابت في الرخام. على كل شي خص كين بنت ما بين الرخام. ولا عمرك شفتي شي بنت مادة يدها الحنة ما زال كتمنى وتسنى وتوحم؟ غير بنت لي الشوفة ديالك في الحانوت ملهوفة وما خفك شي حنا البيعة والشراية عينينا ميزاننا. اوكي دار لي هاد المرة خطيت في العبار. وقيل خطيت السواب. عندك الحق خطيته. واش نخلي هاد الزين كله قدام الحانوت واقف؟ تطلي على لا دخلي مرحبا دخلي. هلا لالا اختاري لا تحتاري. اش اسمك؟ الله بغيت التوب ديال المليفه الزرقاء ويكون متروس بالسقلي الحر. كاينه ولا ما كانت تكون؟ وبحال هاد النوع هذا قليل في السوق وما كنجيبو غير وصونا الناس عليه. ولكن على وجه لالا اسمك الله ايوا عندك دوق اللي اختاريتي هاد اللون هذا باش تحيدي لك هاد الملحف الخشين. شحال الثمن ديالو؟ ايوا غادي يجيك غالي شي شويه ولكن على عيون الحجله كلشي هون. عندك تشوفتو بالخشين كيف قلتي وحسب لك ما عندي باش نخلص. لا حاشا انا بالله يخليه ليا ما مخليني مخصوصه متى حاجه غير ملي كنزول للسوق بوحدي كيبغيني نلبس هاد الملحف باش ما يطمع فيا حتى شي واحد. المثل كيقول الزين عزو مولانا وخا يكون فوز الدربالة. توافكم داك الشرف غادي نعود ديما نجي نتقدم عندك. مرحبا. وحتى انت مبشور ماشي بحال دوك البياعة والشراية اللي ديما معبسين. ربي يخليك. اسمك الله شوف لي الله يخليك ثلاثة ديال التفصيلات يكونوا وافيات في العبار ديال حرير الدودة وبلونهم الأصيل. ايوا اش غادي نقول لك؟ بحال هاد النوع الرفيع ما كنجيبو غير لو وصونا الناس عليه. هي ما كاينش ياك واخا كنشوف فيه بعينيا ولا حقرتيني؟ لا حاشا غير حنا عندنا ثلاثة تفصيلات بالحساب جايبينهم لعيالات مولاي العبد. عيالات مولاي العبد عندهم اللي يتزيهم يصبروا علينا حنا اللي عندنا اللمه ديال اختي قمر الزين بعد غدا. وزيد حنا غادي نزيدوك في الفضل النص بالنص. واش غادي نقول لك؟ ما نقدرش نردها في وجهك وما نقدرش نقول لك لا. لا لا اسمك الله وهاد الكتا اللي مليوح في الارض وما مديها في حد. حتى هو فصل ليا منه ربعه الملاحف. واخا لالا بلال واش كتسمع طلبات السيده؟ تحرك ونوض جمع هادشي. حتى انت جمع ليا الحساب وزمم وطبع بالخاتم راه الحجه غدا نحتاج ليها عند مولاي عابد. لالا اش وصلنا لمولاي العابد الله يحضر السلامه. حيت اختي قمر الزين هي مراته الثالثه. اللي غادي يروح هاد العام قلنا نجمعوا الحساب عندنا حتى من بعد ونتحاسبوا معاه. هي ما بغاش هاد الزواج تاني يشنع في الفام. ستره مزيانه حتى من بعد ويطلق البراح في البلاد. قول لي واش كتعرف شي حمال يكون تيقي يوصل لي هادشي للدار؟ موجود. لالا هم عويشه دوحهم ولات الخيام والفاتها فينا ولينا حنا نضلوا نشقوا في الدار وهي ضايعه النهار وما طال. مالها دابا عاد ياك من صغرها امي تتقلب عليها من خيمه لخيمه. الا المرحومه كانت قابله ليها على هبالها حنا ما تجيبش في شوشها علينا. عندك الحق اختي فطوش خصنا نقسموا الشقه ونديروا النوبه بيناتنا. ما كاين ما نقسموا ولا نتناوبوا. غاب شويه كيف ما درنا معاك وحنا. لا ريي انا تناول معنا الشغل ديال الدار يديها بيدينا. ويني سمحي ليا الا جينا كنا نصدوا جهه وحده حتى حاجه ما نقضيوها. اجي تيتي انت الصغيره فينا ياك قولي الحق وما تكذبيش. كي جاتك ملي با عطى الفلوس للمصروف والسوارت العويشه ودار فيها الثقه باش تنوب عليه وتحضينا. علاه ماشي انا الكبيره وانا مولات العقل
وخصني انا اللي امنني عليكم ياكي. في الحقيقه انت الكبيره فينا، ولكن هوشي هي شوي طرا فينا. كتجي منها ياكي، نوضي حيدي من حدايا، انا اللي دايره في كراسي. انا لالا هو الطابع ديالي مختوم، تاجر جعفر يا من اللي يعرفوه الضمان ولا مان. هو سمك الله، شحال حسبتي عليا؟ على اللي جادوا به الجواد ولا الدار الكبيره فيه الفضل وراس المال، وغير معرفتكم فيها الخير. مالك ياك لاباس؟ هو عادي فين مشات؟ شنو هي؟ الكموسه. كموسه؟ ايه الكموسه اللي كنت عامله فيها الفلوس. ياك ما يكون سرقها لك شي حد؟ لا، كنت معلقها في عنقها هو، هالخيط اللي كنت دايرها فيها. ايه، وتقدر تكون طاحت لك في الطريق. فحال والو، تكون تسربت لي مع الحوايج وما شفتهاش. وما كاين باس، لقات البلا والباس. الله يجعل وسخ الدنيا يكون في شكايرنا ما يكون في قلوبنا. شنو المعمول دابا؟ عرفتي ما يجيك مليح، ما تخلي عندك التواب حتى نمشي للدار ونجيب لك معايا الفلوس ونرجع. ولا الحمال غادي يمشي معك ويهز معك السلاح حتى للدار، وصيفتي معاه الامانه الا موجوده، والا ما موجوده شيء حتى تدوزي لهنا مره اخرى. الله يخلف عليك السي جعفر، بالحق ما يباتوش عندي هاد الليله، الموت والحياه هادي اليوم يكونوا عندكم. خليتك على خير السي جعفر. يلا سيدي توكل على الله. وقف وقف بلاتي، اسمح لي نسولك. نعم لالا. شحال من عام وانت خدام عند تاجر جعفر؟ اكثر من 15 عام. وعلى ما بالي كيتيق فيك مزيان. ايوا لالا، يخسر طبيعه بنت الناس. ايوا ملي تاق فيك السي جعفر وبصاني باش نصيفط ليه معاك الامانه، حتى انا غادي نتيق فيك ونطلب منك تقضي ليا واحد السخيره مستوره وبحلاوتك. إلا كان يوصل لي لها جهدي حاشا واش نرضى في وجه لالا. غادي ترجع للسوق ما حدو حامي وتسول لي على البراح، عطي هاد البركة ودير ليه في يدو هاد التوب يبينو الناس ملي كنتي براح. واخا لالا، وحمارين نديه معايا؟ لا غير خليها انا نحضيه لك. واخا اجي. نعم. فين غادي؟ غادي للسوق عند البراح. وعرفتي اش غادي تقول ليه؟ لا وويلي عيب الله. غادي تقول ليه يبرح ويقول اللي شاف شي بنت لابسه ملحف ديال الكتان بحال هذا اللي كيتباع عند تاجر جعفر، عند من كيتباع؟ عند سيدي جعفر. يعرف باللي راها حره غره بنت الشراف، مادة يدها للحنة وكتسنى، وغير من ملحفها باين أصلها وقصدها. صافي؟ صافي. إيوا يلا سير. كيفاش جاني يا حليلي؟ جاك زوينه تيتي. عجبكم الحال؟ عجبك الحال على هادشي اللي درتيها لالا عويشه؟ انا ما درت غير الخير فيكم وفيهم وفي بنات القبيله كامله. كاين هادشي تيتي ولا لا؟ اش من خير؟ النهار الاخر يطوفونا في الدواور وتشوفي الخير كيف داير. خير كبير، نتوما كسيت عراكم وباش ما يعرفوناش ملي تلاقاو معانا خليت بنات القبيله كامله غدا يسمحوا دايرين نسحب على التاجر جعفر، وهاد الملحف غادي يلبسوه ويخرج يقلبوا على رزقهم. وحتى نتوما خدي فطوش، خدي ولا ما خصكش. ها
سيادنا سمحوا لينا حتى الغدا ورجعوا، ما بقاوش عندنا التواب. سمحوا لينا. وقتاش سيدي غادي تجيبهم؟ غدا غدا. تفضل ابو ليت جابر. نعم سيدي. مولاي العبد كيقرا لك السلام، راه عجبو الحال داكشي اللي درتي فيه زوج ديال المزيات. المزيه الاولى غادي يحرك البيع والشراء وغيتخلق الرواج، والمزيه الثانيه سي جعفر غتقرا حسنه في ولادنا وبناتنا وغتزعمهم في الزواج. ايوا نعم سيدي، لي ريح الشمنه الزحام كثير والسلعه قليله، تعذبنا بزاف. هاك هادو من عند مولاي عبد، نزل من توب الملاح ما يكفيك، ومن بعد موسم الحصاد يكون الحساب. الله يخلف على من نفق. حال مخزنية غادي يبقاو عاسين قدام الحانوت بالليل وبالنهار باش ينظموا حوايج الفوضى. ايوا سيدي الله يكفي ليكم. سي جعفر. نعم سيدي. خلي لي واحد السبعه ديال الملاحف، راه عندي بنتي وحتى خواتات مراتي باقيين عندي بلا زواج. كون هاني. نعم سيدي، وبلغ لي السلام لمولاي العبد وقول ليه الله يطول لينا في عمره. يلا يلا هالبنات، مش تشعركم دغيا ولبسوا ملاحفكم باش نمشيو للمدينه. بصح بصح، ماني مولفه نكذب. سربي سربي يا فطوش. خاف غير يشوفنا التاجر جعفر ويعرفنا ويولي تابعنا ويشوهنا. عمرك ما نويتي هزين الله يحضر السلامة. وزيدون أنا درتها خدمة متقونة ديال الصناعية. خليت بنات القبيلة كاملة بالحفاظ بالأحمر. بلال إلا ربطي البغلة فرش لي باغي نتكا هنا. سيدي جعفر. اش كاين سيدي جعفر؟ فين الماء؟ ما جبتوش حيت لقيتها عند الواد. شكون هي؟ شي جنيه؟ هذيك اللي فعل قرتيتها اللي دات لك الفضل وراس المال. وفين هي؟ فين كاينه؟ حدا الواد، هي وجوج بنات. انت متيقن؟ متيقن. وشافوك ملي شفتيهم؟ لا. بلال وصلت السلعه للحانوت، انت زيد قدامي. يلا سربي ولا بنات راسكم خلاص. صلي ودي، انت المخاره اللي ديتي لنا ديالنا وقلبتي البلاد بالكذوب ديالك، ودابا حصلتي بين يدي والله لا طلقت منك ولا فلتي حتى تردي لي داكشي كلشي اللي ديتي. اسمك الله. انت واسيدي عند مولاي عبد هو اللي غادي يحكم ويفصل. انا ما نكره حتى واحد في حقه، كل واحد فيكم غادي ياخذ رزقه بالتمام والكمال، وبلا تخسر الهضره والزياده في الكلام. كل هذا لازم حدو، راه زلت لسان كترجع بالندامه. وزيدون ياك انت اللي قلتي لي ما نسرش الله حتى ندوز مره اخرى، وشحال مره دزت عندك يا الله ولقيت الزحمه وصلتني شنوبه. وحماري انايا فينا هو؟ ها غادي تمشي معنا انا وتاجر جعفر ناخذ الامانه من عند با اللي كيتسالنا، ومن تما نصيفط معاك الرقاصه يعطيك الحمار ديالك. يلا زيدي قدامي. زيد. اش من امانه ولا با هاد عويشه يا اختي ما كتحشمش، عما زايده فيه. كنت سعفوني نردوا لهم حوايجهم ونطلبوا منهم المسامحه. سكتي، بغيتيهم يديونا معاها؟ عندك يكون كذب عليك راسك كتقلبي لنا على شي حيله اخرى.
هذه المرة حصلت سيدي. سكتنا انت؟ ما عندها فين تفلت من يدينا. صافي صافي ما بقى قد ما فات. احنا قربنا. صافي 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 احنا وصلنا. ها هو المحل ديال با. بالحق انتم غير خليكم هنا بلا ما تدخلوا لذاك الزحام. اش من الزحام؟ على باك كيبيع ويشري في قلب الدار. با ما تبيع ما تيشري. واش كيدير با شريف؟ شي الله تيحسن وتيحجم وتيدير جبيره العظم وتيكوي ويبخ على الجعره وبوزلهم وتيحيد الدراس وما كيحيدش تحرميات. ايوا هذا هو المعلم. سكتنا. بالحق انتم غير خليكم هنايا انا نمشي نجيب لامانه ونرجع لكم. قاسم حل عينيك مزيان لا تمشي تلعب بينا تاني. ما تخافش السي جعفر ما غاديش نلاقي الشفر مع اخوه حتى تخرج لعندنا. توقد. الشريف هنا. كاين دخل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر ياك لاباس. انا مزوقة فيك سيدي. اش كاين با سيدي؟ مالو با؟ من البارح مرقد وما شاف النعاس. ياك ما عنده اللحم مريض ولا السوسه في السنان. فمو كامل يوضع عليه سنان وضراس. ويلي عام ديال ليام وهو معذب ومعذبنا معاها سيدي. واش كيتسنى؟ انا بالكل لابوت عنا. راجلي خواف بزاف. هذا علاش سيدي بغيتك تشوف ليا معاك شي رجال يكونوا شداد اللي يشدوه ليا هو والخدام ديالو حتى هو. لحقاش بوحاطي غير كيشوف سيدو كيغوت ويحميها حتى هو الغواد. قولي ليا فين هو؟ راه هو هذاك هذاك ولا عليك كوني هانية. اشي عندك لي هرب ليكم؟ قلت لي كوني هانية. علي بوشتا اطلق راسك. هي بقات كثر تجابتها في راسها. الا جينا نشوفوا اختي في الطوش شطاره ديال العشاء كتنفعها بعض المرات. اش من شطاره؟ هذيك راه تحرميات. مهم على قبلنا بعت وجهها ودابا يعلم الله بحالها مسكينه. انا خايفه غير نشنعوا في الفوام وتبان علينا في القبيله. واخا هي اللي دايره الذنب وتستاهل العقوبه حتى احنا غادي يكحل وجهنا وتوقف لينا في طريق ساعدنا. لا لا اختي فطوش غير كوني هانيه من هاد الناحيه. كاع بنات القبيله اللي ملحفات بقتان التاجر جعفر غادي بيها تساعدهم ويتسقم ويتقعد ميمونهم هاد العام ان شاء الله. اجي لهنا. شك هاد الايام وليتي غير طالعه نازله بالطبق ديال التمر فين كديهم؟ غدا بيه لا لا شافيه ما في خباركش راه كتوحم. داكشي اللي مقابله يتصحاب لها بالولاد غادي يتقرب من مولاي عابد اكثر. دابا تخرف بلا وقت وتهرنف. ايوا غير بقاي انتي صغيره الولاد راه كيقلوا الصحه وينقصوا من العمر. بركه عليا غير العرش ديال سيد المامون هو يخلف باه وانتي عمري الدار بالخدم. وتاد المراه ولادها اما عرشك المامون الا مشيتي حتى بخوتي عليه سمك راه غادي يتكسر. يتكسر لسانك بين سنانك ان شاء الله. والله جا مولاي عابد يا حتى نقولها له. اش غادي تقولي ليه؟ غادي نقول ليه بالله دعيتي له على ولده العزيز. انا ما دعيتش عليه والله شاهد. وانتي خلي عليك مولاي عابد في التقار راه مولاي عنده يكفيه. زعما كتراعي له. طلعي طلعي يا مرجانه. انا ما حامله ما قابل نمشي معكم هاد القبه جايه غير على عينيا. مالك خايفه؟ هي خايفه ولي خاف نجا خلاتها مونتي الله يرحمها.
ما عندك مناش تخافي، خلينا منا من البنات القبيلة ما نعرفوا ساعدنا فين حاتل تحت الماء. انا بعد ما بغاش نتزوج هات العام مازال الحال، كون غير سمعتي مني وجبتي لحافك. بالحق بقى صغيرة وما عرفاش بحق ليام، راه النهار الا فات في حياتنا زيادة ماشي نقصان. البنات تبعوني نوريكم واحد الشجرة كاينة في الخلوة، كاع البنت اللي مازال ما تزوجات كتعلق طرف منتوب لحافها فيها، وكل ما الوقت في خطرها يتقضى. وقول ان شاء الله ان شاء الله. ايوا يلا تبعوني. والو هات مرا كلها على والو، تمني ترجع بباب السربة ولا تجينا خبر ولا نساو بالمرة. وانت فطوش اشنو تمنيتي؟ يك يقولوا هذاك الشيء بقى سر حتى يتقدى. لا غير قبل ما تقولي الشجرة ما يسمعوا حتى شي واحد، وحتى تقولي علاش دمرتي انتي. كل مرة الأخرى ديال مولاي عبد وما يجيبش عليا الضرة، ومن بعد يعمر وما يصد لشي جهة أخرى. شبيك اللبيك عليك تنقلب ومولاي العبد نيت كيتسنى فيك. عاشري درو سنان شدي شدي بشويه سيدي لفها سيدي. نهلا الله عليك سيدي. سيدي فين غادي؟ سال الحكام اليوم سير تغدا واجي. لا سيدي ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش، انا هاد اللفه على طلقتها من يدي غدير شي فضيحه اكثر من هاد الفتنه اللي نوضت ما بين عباد الله في القبيله. خلينا سيدي انا بغيت نشوف غير مولاي عابد. سكتينا مولاي عابد وصافي يلاه نمشيو حتى الغدا ونرجعوا. سكتينا تشعل الشوك ان شاء الله. قولوا هذاك السيد تالغدا في الصباح ورجع لهنا. السيده اللي معاه ديوها لدار الحريم ووصلوا العريف عليها. واخا نعمتي. شكون هاد البنت هذا ميمونه؟ الله اعلمها بنتي. المهم صيفطها سيدي وكيوصي عليها. كيفاش كيوصي عليها؟ شكونتي ومنين جيتي ولا صيفطك مولاي عابد وكيفاش كيوصي عليك؟ يلا تكلمي. غريت هنا وعيالات سيدي ويرتاح لهم البال من واحد الناحيه، حاشا واش نوصل لمقامهم ولا حتى الطرب اللي تحت قدامهم. عساك مولاي عابد يتلفت ليا. اش تقلد الحياه؟ خليها صفيه تكمل. زيدي كملي. انا غير ملي تسدوا في وجهي البيبان وضاق بيا الحال قصدت باب الدار الكبيره وزوجت مولاي عبد وحكيت لي على حالي وحالها لي. حنا لاله ثلاثه ديال الخواتات بنا حطاب ما يكسب ما يعلم، واختنا الكبيره تخطبات لواحد ولد الناس حجرتهم ثقيله في القبيله وعرسها هاد الايام، وحنا كاع ما عندنا باش نتهزوها. ما خفاكم عريسات في قبيلتنا كيتباهاو بلبتات، ومولاي عبد ما خسرش ليا الله يكثر خيره ويطول عمره، وهو اللي صيفطني لعندكم. يوم اللي صيفطك مولاي غادي نتهلاو فيك. شنو اسمك؟ الله عويشه. لاله
دادا ميمونة. نعم بنتي. دي عويشة تاكل، على ما نوجدوا لها ما تدي معها. واخا بنتي. عويشة تعطلات تيتي، ياك ما تكون وافقات ودايرة لها نتا مع ناسها، وحنا خلاتنا مرهونات هنا. لا لا ما ديرهاش، وهذاك اللي داها ما بيناش على رقاص ديال مولاي عابد. انا شكيت ياك ما حتى هو درتها بي شي مره. وقيلة عندك الحق، كاع ما عودت لينا كيفاش تسلت من التاجر جعفر، ياك ما يكون هو اللي خلص عليها الخطيه. ايوا سير يا بنت الناس، فرحي خواتاتك وقولي لوالديك يدعيو مع سيدي، راه هذا هو حالو مع اهلو، ما يردوا الدعوه المظلوم، ما خلو الكربه في قلب المهموم. الا العريفه عافاك، الا ما خرجيني مشي باب مستور، كتعرفي الحسد اللي في الناس يقدروا يتبعوني بالعين ولا يسرقوا لي هاد الخيرات اللي جادوا عليا بها عيلات سيدي. غادي نخرجك من واحد الباب اللي ما غادي يشوفك منه حتى واحد. ايوا زيدي تبعيني. شوف البنات كي جاني هاد القفطان. عويشه قولي لينا منين جاك هادشي؟ درت النيه وزرت قبه الوالي. بركه من المزاح، وقولي لينا لمن سرقتي هادشي؟ ياك اختي فتوش رديتيني سراقه ياك، بالحق الله يسامحك، هادشي باين علي ديال الناس الكبار. ايوا هادشي البنات راه مقلب دار مولاي عبد جبتو. ياك ما دهزك مولاي عبد وهربتي ليه بكلشي. اوي لا عباد الله، واش كاين شي قط كيهرب من دار العرس؟ مالك اختي فطوش هبيله مالك؟ ويني هادشي كتير، منين جاك؟ علاش كتحكروا؟ بغيت نعرف. قبلوا على موجد وقولوا الله يخلف على من جاد ويكثر ولاد الجواد. لا لا ما بقاش عاجبني حال كعويشه، غادي يدير لنا شي تبهديله وسط القبيله. انا سيدي درت بكلام المخزنيه اللي جابوها لي وقالوا لي باللي راك وصيتي عليها. يعني ما تفرطوش فيها، تبقى تحت عينيكم حتى نجي. وحنا مولاي درنا جهدنا وعطيناها من عندنا، جهزناها هي خواتاتها. وغير سمح لينا الا غلطنا. نعم سيدي. لا انا اللي غلطت، مزوج بهبيلات بنت فقاع على قدرتها بكم، ضحكات عليكم وسرقتكم بالعرف. اش كديري؟ ما بغاش تنعسي؟ قال خمم. نوضي تنعسي حتى الغدا وخمي. لا غدا غادي نتقداو كلشي اللي خاصنا ونرحلو من هنا. فين غادي نمشيو؟ ما بقى هنا امان، وارض الله واسعه وعريضه. غير رونتيها هنا وبغا تمشي ترونيها في ارض اخرى. إلا مبغيتوش تمشوا أنا نمشي بوحدي، وغنبقى نجي نزوركم مرة مرة. ولا مشينا وجبا؟ با محالاش غادي يرجع، غير الله رزقنا فيه الصبر وصافي. الله يحفظه ما هو فالو، عمير حرة قال لنا باللي ما لقاوش ما بين الموتى ولا حتى بين الحي. وقيلة غير كذب علينا، بغانا نبقاو هازين نرجعو من المؤمن حتى نساو بشوية بشوية. بغاتك الحمراء بغيها، خسر مال بوك وجدك عليها، بحال العسل الا طاح على الجرحى كيبريها. ايوا لا ايوا انت مازال صغيره تبارك الله، لازمك شويه تحكمي نفسك، هو ما تعلميش هاد القاعده ديال اللمقه، حيت دابا درك ولا تعلمتي اللمقه غتمرضي بالهقعه. ايوا لا مرضتي بالهقعه غتولي تاكلي ما تشبعي، وتجمعي فوسخ الدنيا وما تقنعي. وعلى البحر تيقنع من الماء؟ ايوا راه هادي هي فتنه الدنيا، الله ينجينا وينجيكم منها. وغير سمح لينا الشريف، حنا غير بغينا ندوقوا العسل قبل ما نشريوه، باش نعرفوه واش ديال الشيح والزعتر ولا غير ديال نوره الليمون والزهر. هي انت زعما بغيتي تذوقي العسل واش النحل ولا الزهر؟ ايوا راه عندك الزهر
وكيهرس الحجر اللي لقيتي مازال عندي هاد البركة. العسل عندي كيخطفوه العشاقة الدواقة قبل ما ينيضوا ليه الغلاقة. بحال خالق المطور عجبتك الحلوة الغزالة. تفضل دوقي الحلوة وليدة، وباش ما كان رد عليا الخبر، راه ما كيعرف بحق الحلوة غير العشاقة. أم دراي درفت لعطي الصحة ليدي اللي صيبوها. أو هاد الصبيعات هادو إلا كانوا كيتكلموا هما اللي كتبوا الخميرة مع الدقيق وزوجوهم السكر وخرجوهم في شهر العسل باش يعتقوهم الناس الملاح اللي كيدوقوا الحلاوة وكيعرفوا بحق التراوة. إوا ندير حب الخاطر. ما عنديش باش نشريها من عندك هاد المرة، ولاني لا علمتيني كيفاش نصايبها غادي نعطيك العبرة اللي باقا عندنا ديال الدرا. سبحان الله العظيم، ما فكرتيني غير في المرحومة مراتي، حتى هي كانت كتقول لي بحال هاد الهضر، وكانت هاديك هي سبب المعرفة ديالنا. يوم اللي تزوجنا ولات كتعجن لي الحلوة، ودابا ماتت مسكين وخلت لي جوج ديال الوليدات بحال العتيلات، مقابلهم غير بوحد. عوين ربي. ما هذا؟ ما عرفتيش شنو؟ بالحف جعفر. عرفته قبل تزوجي بيا. مالو؟ قالك حتى هو باغي يتزوج. سعدك جات لبين يديك وعفرتي عليها تيتيم. هاد الشارف العارف ومالو غادي يموت ويخلي لك الفلوس. سيدي المتعوسة زفناها وعباد الله كل هذا تسكى منها. لا مولاي عبد، حتى واحد في هادوك اللي تشكاو مني ما خسر، اللي دار يدو في الديه كيكون ربح عنده اكثر من الخطيه. هي غير حاجه وحده اللي كتخليهم يتشكاو مني، الشمته اللي كنشمتهم من عام سيدي. وكتقولي فيها بوجهك حمر بلا حشمه بلا حياه. الا صبر سيدي وجل عليا حتى يفهم قصدي غادي يعذرني. هما هما اللي فين يضيعوا الخدام في رزقو والمتعوب في عرقو والشريك في حقو، وانا حيت غير وليا خفتهم لا يضيعوني ويجرعوا على حقي، خديته بنفسي ودرت شرع يديه. ولا كان هادشي اللي درته مع الناس الاخرين اش تقولي في داكشي اللي سرقتي من داري؟ انت وصيتيهم عليا وهما ما فهموش اي الوصيه، بالحق جادوا عليا الله يجد عليهم من عنده، وانا ملي جاتني الوجيبه حتى لبين يديه ما قدرت شي نضيعها، والطمع كيعمل بصيره قبح الله وقلت شي نعم سيدي. ديها موسى ربطوها في شجرة الصباح وطلقوا البراح كاع اللي دات له شي حاجه جيت تصنت الحكم. واخا سيدي. فين غادي انتيا؟ غدا عند مولاي عبد نطلبوا باش يسمح لعويشه، راه ختنا هذيك. كوني تحشمي باش من وجهه غادي تواجهي مع ملي بدا يحسب لك في عيلها، غا وحده تنسيك في الاخرى. وزيدون دابا شويه وتم جايه، راه ماشي هذه المره الاولى ليها. وسيري تجلسي. قلت لك سيري تجلسي. Thank you.
صباح الخير على الله ومسيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا معاك بالله وبشرع. ما عندكم لاش تخافي منا لاله ومسيدي. انا غير انس. واش كديري هنا؟ وشكون اللي ربطك؟ امني عليا ونقول لك لاله ومسيدي. عليك الامان. الا سمحتي لاله ومسيدي تقربي عندي نقول لك. كيف شتي ما نقدرش نجي لعندك. يلا تكلمي، شنو هو سببك؟ انا لاله مريضه، ومرضي خلق معايا من نهار ولدتني امي الله يرحمها، وملي كبرت وصلت سن الزواج كاع خواتاتي تزوجوا وانا حتى واحد ما قبل عليا. علاش؟ الحدبه اللي عندي في ظهري. علاه انتي عندك الحدبه؟ ها هانت لاله شوفي هذا كعبو بالنحس خلاني بلا زواج لاله ومسيدي. ما كاين والو بنت الناس. ها هي كلام الشريف صحيح، وهاد النخله فيها البركه كيف كيقولوا. اش من نخله؟ واحد الشريف وصف لي النخله اللي في رياضكم وقال لي بلي فيها البركه، ولا تربط فيها وبتليله كامله تحيد لي الحدبه. وانا توسطوا لي شي ناس عند مولاي عابد وخلاني نبات هنا. هي ولدي في خبارو ما قالهاش ليا. خليني ضحكه لعيالاتو. وحتى دابا ما كاين باس، ولدك لاله ومسيدي معذور، هذوك هما الرجال، ولاد عيالات كيحكمهم العيالات. ايوا انا دابا غادي نمشي نشوفو علاش ما قالهاش ليا. لا 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 لاله ومسيدي بلاتي نملي عليك واحد الري. ضيف الله حوالي الخيمه. تهلاو في هاد المسيكينه، راني وحدانيه وعديمه. اجي قربي يا لاله. مرحبا بضيف الله. أولاد الجواد باش ما سخاكم الله. مرحبا بك لقبلتي علينا. سيدي 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 اش كاين؟ لا لا ام سيدي مربوطه في الشجره. سيدي ها سيدي جا. قلت لك استري ما استر الله المتعوسه. اش كتسني؟ فكي رباطها. لا حتى واحد ما يقرب ليا. ما تفكر رباطي حتى تحيد الحدبه من ظهري. اش تلم لي كتقولي؟ شكون كتفك هنا؟ قولي ليا. ما نقول لك ما تقول ليا. انت عارف هاد النخله وكتمسرها عليا ياك ولدي. خايف من عيالاتك. رجع الله يا مامتي، راه هادشي اللي كتقولي ما كاين منه حتى حاجه. اسكت، انا شفت بعيني البنت اللي كانت مربوطه هنا، ما بقى عندها حتى شي حاجه في ظهرها، بحال اللي كانت غير كتكذب. وراك كتكذب الشيطانه، لعبات بكل شيء، بقيت لا غير انا. فطاش تيتيم ردوا البال وديروا بوصيه ام السعد. مزيان تبارك الله. ولدي لي والده من كرشي يكذب عليا. لا لا ام سيدي، راه سيدي ما كيكذبش عليك وما غادي يبغي لك غير الخير. انتي غير سكتي، عارفه اللي كاين وساتره عليا، هذا هو الغدر. هي كذبتينا كلنا وتقتي بديك الشيطانه اللي درتها بينا ديك المره. البنت ما كتكذبش، باينه في عينيها. وزيدون ها هي بدات كتنقص، ها شفتي ياك شويه. ايوا سيري عند عيالات ولدي وقولي لهم راه ظهري ما بقاش مقوس، راه ما بقيتش تحكي لهم. سيري قولي لهم يجيو يشوفوني. واخا لاله موت سيدي، هاد المره ما كاينش اللي غادي يفكك من بين يديا، غادي نهني اسم منك ونقبرك حيه. لا مولاي عبد، الا كنتي تحكم باللي نزل الله ما درش علاش ندفن وانا حيه. غداره اللي دار فيك خير كتردي ليه بالعار. انا شفقت عليك وكنت غادي نفصل بينك وبين الناس اللي كيتسالوك، لكن صبتي على اهلي وكملتيها ملي درتي لامي هذيك الفعله. المشي قمش وطيري القبه يهرب، ولا لا مسيدي مشات في الغلط. نعم سيدي، سدوا عليها في الصندوق ورميوها في قاع البحر، ردوا بالكم منها، راه شيطان سلاحها هو لسانها، ما باغيش يسمعها مازال. خرجوا عليا من هنا. انا مزوقه فيك سيدي. حيدوا له هذاك الملحف.
سوق إلى موسى مولاي العابد زرف في الحكم. عمرو ما كيلقى شي بحال هاد المرة. عندك غير يفوت الغضب ويتنادم معاه الحال. لا ما نقدرش، إلا ساق الخبار غادي يقطع على روسنا. وشكون اللي غيسيق ليه الخبار؟ على هنسيتي ملي قال له مولاي عبد هاد المرة راه سيطان. اش غادي نديروها في الطوش؟ ما عندنا ما نديرو، ديما هاد الجنية مخلينا مشوشين عليها، عمرها ما طولت بحال هاد المرة. يلا مشيو عند مولاي عبد نرغبو باش يسمح ليها. واش حماقيتي؟ نمشيو برجلينا باش يشدونا معاها؟ باز لقلبك شحال قاصح. ايوا سيري بوحدك امولات القلب الهشيش. لحمل ديكم سلامه. سمعي بنت الناس، غادي نقراو حسنتك ونديرو فيك الاجر، غادي نفكو رقبتك من الموت بالحق بشرط يغبر لك الاثار من هذه الناحيه. واخا شوفي راه الا حصلنا وتكسف سرنا السيد راه ما غاديش يرحمنا. واخا غادي نحلفوا ليه على الغدر بالحق الله يسامح لينا. لا ما غاديش يتكذبوا عليه، عمروا الصندوق بالحجر وملي سولكم جاوبوه بالصدق وحلفوا ليه باش ما بغيتو، ما غاديش تكونوا كذبتوا عليه. سيري انت يا بنت الزطاط كتاب لك عمر جديد. الله يحمل لكم. حيرة شافية، خايف نكون زربت في الحكام. الحق ولله مولاي، انا بقات فيا ديك البنت. كون شي واحد وقف قدامي وردني صوابي ما خلاش الغضب يغلب عليا. حتى حد ما كان يقدر يقول لك شي حاجه، لحقاش في ديك الوقيته كنتي كيف شي واد حامل. محال واش نسمع نفسي على هادشي اللي درت. دابا اللي عطا الله عطاه، بلا ما تبقى تندم في راسك، بدل ساعه بخرى ويلا تنعس. محال واش يجيني الناس، غير سيري تنعس وخليني شويه غادي ندخل. صباح الخير. مولاي عبد بد بلا ما تعجب ولا تغضب، راني جيت برجلي ما جابني حد، بغيتك تفهم. فهميني بعدا كيفاش حتى دخلتي لهنا وكيفاش تخرجتي من داك الصندوق. وانت تحكم باش تعرف، ام الملك له الحمد والشكر في ملكه يتصرف. جاوبيني بخو كلامي بلا ضرب المعاني. جاتني السويفه باش نهرب ونسلك بجلدي، ولاني ما طوعتنيش نفسي. شكونتي من اتصلتي عليا؟ عويشه بنت سالم الزطاط. نعم سيدي. جلسي عويشه. العجب اللي شاف في عينيك ما يقولش انتي مولات هاد الفعيل كاملة، شرك ما بينش عليك. شكون اللي كيصيفطك تسرقي وتنهبي باك؟ با راجل معقول وكلشي عارفو بلي ما كيمدش يدو على ديال الغير، داكشي علاش اختاروه يزطد القافلات. ايوا انتي وجهك ماشي شراني، علاش كديري بحال هادوك الفعيل؟ وانا ما عندي لا با ولا امي، وخواتاتي معولين غير عليا، الا ما جبت لهم ما ياكلوا يموتوا بالجوع. باقي ما متيقش بلي انت عويشه اللي كتشكى منك الصغير والكبير، نساو الرجال. قولي لي بعدا كيفاش حتى كديرها بهذوك الناس؟ هيبه من عند الله سيدي، ومن صغري باك عيط ليا غير عويشه الدويبه. ايوا قولي لي عويشه الدويبه فين كتسكني؟ فوق الكديه. شحال عندك ديال الخوت؟ جوج خواتات. غنصيفط لهم يجيو لهنا. لا سيدي هما ما داروا والو، كلشي دوك الفعل تحت راسي انا بوحدي، حتى هما كنكذب عليهم وعمري ما قلت لهم بلي كنسرق. عاقبني انا وخليهم هما، انا مزوقه فيك سيدي. بركه نوضي عويشه، انا ما ناويش نصيفط لهم باش نعاقبهم، ولكن باش يجيو يعيشوا هنا. فين عام سيدي؟ غادي تعيشي انت وياهم هنا. لا انا ما نقدرش نعيش في هذا الخير كله. غادي تبقاي هنا حتى الدوايم هذيك اللي كتسميها الهبه الربانيه غادي تبدلي من عويشه الدويبه لعويشه القطيطه اللي ما كتادي حتى شي حد.
هاك يا عويشه عطري ليا شمي ولمي، راه سيدي ما كيبغي لا الريحه الطيبه. قولي لي يا لالا العريفه، فهميني الله ينبهك لطريق الجنه. علاه انت تحتاجي لي فهمك وينبهك؟ وانت شطارتك قلبها القبيله سفها على علاها، وحتى من سيدي درتيها به وفي الاخر سمح ليك وغادي يعيشك تحت جناحه. ارى المرايا لبنى، واش هاد الحوايج اللي كتلبسوني غير نقابل مولاي عبد وقيله وتحيدوهم ليا ياك؟ محق سيدي قالها، ما كاينش في نساب حالك بالحق. نيتك غطات على خفتي يديك وشفعت لك على طول لسانك. شافيه شافيه، مالك اشنو كاين؟ نعسه وما جيب الدنيا اخبار. ياك ما كاين باس. واش عرفتي مولاي عبد فين هو دابا؟ خليته في المنزه. علاش؟ ايوا لالا، مولاي عبد راه في القبه مع لالا هم عويشه. شكون عويشه؟ عويشه مولات الفضايح اللي حكم عليها بالموت. صفيه اشنو جرى لك؟ ياك ما ضربك حمار الليل، قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيري تنعسي. لبانة فين هي؟ لبانة لبانة راه ما مسالياش، جابت لي الخبر ورجعت تشوف واش خصهم شي حاجه. شكون هما؟ مولاي عبد وعويشه. عويشه راه في قاع البحر مسكينه. راه انت اللي في قاع البيره مسكينه. اما عويشه راه في القبه مع مولاي عبد كتحايل عليه. مساء الخير عليكم. جابك الله هذا دميمونه باش تدي صفيه لبيتها، راه ما عرفش شنو جرى ليها، جاها الوسواس على عويشه. لا يا لالا شفيه، كلامها صحيح، عويشه كتب ليها عمر جديد وراها دابا في القبه مع سيدي. مسريره اللي شافك تتفالو خاطرو فيك، حتى شي واحد ميشك في كلامك ولا يخاف منك. قولي ليا علاش كديري هادوك الفعايل اللي ماشي ديالك؟ الا وسع خاطر معايا مولاي عبد وسمع الكلامي من الاول حتى الاخر بلا شك غادي يفهمني ويعذرني. هاد الليله خصصتها غير لك، حكي ليا كلشي بالتفصيل من الاول حتى الاخر. نبداو ملي سافر باب القافله. وباس باس على برودية قلبك. ايوا شنو بغيتيني ندير؟ نوض ندخلو عليه. دير عقلك يا صفية، راه مولاي عابد غير بغي يكفر على غلطته، وكرة دابا كتعاود له على حكايتها بالليل، ما قدرش زعما يتسنى حتى الصباح. شحال فيك يا صفية ديال التحكار؟ لو كان كان فيا التحكار، لو كان مولاي عابد كاع ميتزوج بك حتى انت النهار الاول، دخلتي غير بالتعاويد ولسان الحلو. ما تقدريش يا صفية تنوضي تنعسي وتبدلي الساعة بخرى؟ والتاج رجع في 4 ثوبو بالثمن، وبنات القبيله غادي يتزوجوا بالشان والمرجان. اما المعلم الحجام شنعت حكايته على كل لسان، وكان ليه في الفضيحه خير كتير، عرفوه الناس وتشهر في البلاد حتى عاد على حانوتو الزحام، وجاي يطلب من عندكم المخزنين اللي يعاونوا على النظام. وداكشي اللي درتي الحريم ديالي؟ الهديه اللي جادوا بها عيالات سيدي نستاهلها، حيت هما شكوا فيا، يحسب ليهم مراتك جديده، وانا هنيت قلوبهم وطمأنتهم وفرحتهم يلي خلاتهم يتهلاو فيا. ايوا امي مسكينه. لالا ام سيدي قلبها كبير بحال ولدها، غادي تعذرني. شفت حتى عيد في النساء وما شفتش بحالك عويشه. نعم سيدي. تزوجي بيا؟ واش نتوما هما خواتات عويشه؟ لا سيدي. يا سيدي اشنو جرى ليها؟ مولاي عبد بغاكم في الحين. والله سيدي حنا ما درنا شي حاجه، راه كلشي من تحت راس هذيك عويشه. شتي يا قلت عليك عمر عويشه ما ديرها زوينه. والله سيدي عبد ما كنا موافقين على داكشي اللي كدير، وليني ديك العفريته راسها قازح وما كتسمعش. عندك مولاي عابد، اختي عويشه عمرها ما مدات يديها على ديال غير، راه غير كيتهموها ويسبيوها فيها. واش بغات تخرجي علينا؟ بقالك غير سيدي عابد تمثلي بيه وتجلسي في مقامه. مقامه هو مقامي. عندك عويشه يسمعك شي حد؟
ما عندي مناش نخاف. اجي تبتي بركة من الخفة وقولي لينا اش غادي نقولوا الا جا سيدي عابد. قولوا ليه مبروك وقولوها لي حتى انا. مبروك مبروك على الفضيحة ولا على الحبس؟ مبروك عليا الزواج بمولاي عابد. ها عويشة قربي يا عويشة شوفي فيها عويشة كنت ارتكب اكبر خطأ في حياتي كنت طوعوني الرجال ديالي ورموا بالصندوق اللي كنت فيه في البحر وانا كنت غدا نتحايل على الحوت تحت الماء حتى يخرجني للبر عارفك داهية وربي كيبغيني ملي رجعك ليا بصح قلبك سامحني وصفة من جهتي كون ما سامحك كاع ما تكوني بجنبي انا كنقول مع راسي ياك ما درتي شي ذنب داكشي علاش ربي لقاك بيا بالعكس انت من العاطي احسن هديه طفي القنديل عويشه وبلتي حتى نحكي لك قصه هاينه احكي لي في الظلام واخا صباح الخير عليكم صباح الخير جلسي تيتي دادا ميمونة كبي لينا اتاي زيد داك ولا نقطعها لك مزيان تبارك الله تقادوا الكتاف بنات الهجيج ولاو يجلسوا ياكلوا مع بنات السياد جلسوا البنات هنا كل شيء بحال بحال واللي ما عجبو حال دار مولاي واسعه وعريضه واخا لالا شافيه سري سري انا اللي جالسه معاك اما ما انتي من سهمي ما انا من سهمك اللي من طينتك هما هادو اللي عاد جاو هما اللي من مقامك ويلي قوبك فطروا البنات مرحبا لالا وقيله سيدي بدا يحماق الجيده في السوق والرعيه في قلب الصندوق ومالا شنو فيها الا دار حسنه وتجوج بنتي تيمه ومسكينه عندها الحق ما فيها والو مالكم ما قلتوا والو ملي تزوج بلالا شافيه ولا عجبكم الحال حنت هذيك بحالنا حاشا باش تمثلي لالا شافيه بعويشه لالا مرت سيدي الزين والتباته كبره في دار المخزن ومربيه فيها ماشي بحال هذيك اللي دايعه عليا في السواق كتكذب وكتنصب على عباد الله واقيلا صفيه عندها الحق كرشي وصلات لفمي وعمر مولاي مجال عندي ولا سول فيا من نهار تزوج بعويشه عندك بنتي دخلك وسواس صفيه وانتي زعما رزينه وبعقلك انا ما قلت والو دادا ميمونه مولاي الا بغى يتزوج حتى بالمره الرابعه ما عندنا ما نقولوا ليه ولكن غير ما ينساناش دابا يعيا منها ومن الخرايفها ويرجع لمولات العقل علاه سيدي فين غادي يلقى بحالك شعرك خفاف ابنيتي ايوا غير مع الحبال هذا دادا ميمونه غدا بنيتي ندير لك شي هاد العشوب مع الحنه
هذا هو الظلم يا عبد الله. واش هذا هو مولاي عبد اللي كلشي كيقول عليه مزيان؟ سيدي نعاد الشيطان وزم هذاك الفم لا نولي وشد ليا نقطع عليك. اش من فهمه كيفهم؟ ما بقى لي غير احكم. سيدي سكتنا الله يهديك، راه الحيوط يسمعوا. يلا نمشيو بحالتنا. اسمع سي، انا راني ما نتحركش من لهنا حتى نرجع ندخل عنده. سيدي هنينا الله يهديك، اصبر دابا ربي يخلف ليك ويغنيك على هذيك الارض. يلا نمشيو بحالتنا. هادشي اللي بغيتي هاي سمعتنا. قولوا لي فاش ظلمكم مولاي عابد؟ هاد السيده لالا راه صاحبي، ما تباه وخلاه باقي صغير ورباو عماته وكان عندهم عزيز بزاف. ملي ماتوا الله يرحمهم خلاو لي واحد الوصيه كيقولوا فيها باللي واهبين قطع ديال الارض، ولا اني ولاد عماته والورثة الشرعيين بغاو يمنعوا منها. مادام كاينه الوصيه حتى واحد ما عنده الحق يمنعوا من حقه. المشكله لالا كاين في الوصيه كلها الغاز وما قدر حتى شي واحد من الفقهاء باش يفسرها. جينا عند سي مولاي عبد باش يفصل بيناتنا، قال بلي رد لي التهمات لي ما محدداش والوصيه ملغيه مادام حتى شي واحد ما قدر يفسرها ولا يفكر موزها. وقرا عليا هاد الوصيه لعل وعسى نفسرها لك. من صغري وانا عزيز عليا الحجايات كنفكهم. هادي لالا راه ماشي حجايه، وكيف قلنا لك هاد الوصيه حاروا فيها الفقهاء وما قدروش يفسروها. ولا تحقرني شاي، ما عرفتي الحكمه عند من كاينه. توكل على الله وقراها ليها. لكن عمس قراها ليها انت نيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لمحجورنا يتيم اخينا بين الهاويه والساقيه، ام ولود متوازيه العرض والطول، ضحاها عتاب جبرائيل واصيلها انساب عزرائيل، بقلبها للوارد ثلاث موارد، بصدرها دلال النخيل لعابر السبيل. والسلام. ايوا هادي لالا هي الوصيه، اشنو بالك؟ لمحجورنا يتيم اخينا هادي بين الهاويه والساقيه، يعني هاد الارض اللي وهبوا ليه جات بين الحافه والساقيه. هادي عرفناها، واشنو معنى ام ولود متوازيه العرض والطول؟ ام ولود يعني ارض في لحيه بخيرها وقد عرضها قد طولها. زيدي لالا كملي. كمل انت وقول ما عندك. وضحاها عتاب جبرائيل واصيلها انساب عزرائيل. بلاتي هذه فكرتني في واحد الحجايه كانت كتحكيها لنا امي الله يرحمها، كتقول فيها نخله داليا الا جاتها ريح عزرائيل كتميل على قبه جبرائيل، والا جاتها ريح جبرائيل كتميل على قبه عزرائيل. وشنو معناها؟ قبه عزرائيل هي الروضه واعتاب جبرائيل هي الجامع. إذن أصيلها أنساب عزرائيل هي أن غربها مقبرة وشرقها الجامع. الله ينورك. عماتي نت كانت عندهم واحد الأرض جات ما بين الرودة والجامع وبقلبها للوريد ثلاث موارد، يعني فيها ثلاثة ديال البيار. نعم سيدي. إيوا اللغز الأخير اللي كيقول بصدرها ظلال نخيل لعابري السبيل. هي أن وسط هاد الأرض نعم سيدي دايزة الطريق. ايوا دابا ما بقى ليا ما نقول، الوصيه دايزه مقبوله
وارضك من غدا غادي تاخذها. الله يطول لينا في عمرك نعم سيدي ويزيد في مدادك. قول لينا بعدا شكون هو داك الفقيه النجم اللي قدر يفسر رموز الوصيه؟ ماشي فقيه نعم سيدي، اللي فسر رموزها مرأة. شكون هي هاد المرأة اللبيبة؟ انا ما كنعرفهاش نعم سيدي. كيفاش ما كتعرفهاش وانت عاد قلتي باللي هي اللي فسرت لك الوصيه؟ لا غير ما عرفت شكون هي نعم سيدي، حيت دوت معايا غير من فوق السور ولتا ما على وجهها. اشهد الدخول والخروج في الهضره. خليها عبد كمل. من فوق السور ديال الدار نعم سيدي. اش من دار؟ الدار ديالكم نعم سيدي. اش داك تخطي دار الحريم وتطلي فوق السور؟ قلت مع راسي ما فيها بس نطل ونعرف اشنو جاري في الدنيا. قولي توحشتي تخلطي الدنيا بفعالك الشيطانية. علاش اشنو درت؟ اش داك تهضري مع رجال وتدخلي في الحكام؟ الله سمعتهم كيتكلموا عليك والسيد دارو خاطرو حيت لغيتي ليه الوصيه. قلت مع راسي اجي ندير فيه خير وفيك حتى انت. الخير هو اللي كنت درتيه في راسك وفي لسانك وربطتيه بين سنانك. بالحق عمر الشطاح من سهزت لك تف. انا عند بالي غادي نبدلك ونداويك من فضولك والتحرميات ديالك، ولاني هذا ما بقاك على طبيعك. انا عند بالي درت مزيه. انا اللي غادي ندير مزيه، نرجعك لعشتك القديمه، تدوري بين السواق تسرقي وتنهبي وتبقي ديما هربانه. غادي تطلقني؟ دابا بنت الناس جميع حوايجك واختاري الحاجه الغاليه اللي تعيشك انت وخواتاتك وسيري من هنا. مولاي عندي طلب واحد قبل ما نمشي، خليني نتعشى معك غير هاد الليله الراس في الراس ومن بعد نمشي في حالي. واش تكلم لي كتقولي لبنى بصح؟ بحالي الا سمعتيه بودنك الا لا. الا مشى حتى كان كلامك صحيح وطلق مولاي عويشه بحلاوتك لبنى. الا ما تيقتينيش نعيط لحليمه، راه حتى هي كانت معايا وسمعت مولاي حتى قال لعويشه تهز حوايجها وتمشي لدار باها. زغرتي لبنى ماشي دابا. مولاي نكب لك واحد كاس د الزعتر يهضم لك. مولاي واش نقدر ندي معايا هاديك؟ المرايه وحتى داك الصناديق الصغير اللي حداها وداك الصندوق الكبير. كاين اللي كبر وغلا من هادشي، دير اللي بغيتي غير سكتينا. الله يكثر خيرك ولد الجواد. شوفي يا عويشه غادي تهزي لي حبه خاطرك كل اللي بغاتو بشرط تعشي وانتي ساكته. واخا. حسك يخوفني وانا ما باغيش نرجع في كلامي. ولكن مولاي الا زدتي كلمه وحده غادي يمشيو يخليك تعشي بوحدك. نجيب لك بنتي تعشاي؟ لا لا دادا ميمونه غير خلي جالسه معايا شويه. واخا بنتي غير كاس تاع الحليب راكي ما واكله والو وانت محله في روحك. والله دادا ميمونه ما عندي شهيه، بقات فيا غير ديك الزغبيه. ايوا بنتي ما عرفت منين شدك عاد كنتي كتشكاي. هي دادا ميمونه ما عليها والو، راه مولاي اللي خصو يعدل ما بيناتنا. ايوا كان عليها تفكروا وتوري عقلو كيما كديري انت، كتسمحي في حقك وتفكري في صفية.
بقات كطير حتى خرجت على راسها وعلينا. كنت كنحسب بلي عويشة تابت وتبتات من ربي جاد عليها بهاد الخبيزة. النملة ملي كيسخط عليها مولانا كيدير ليها جنحين. واش غادي نديرو دابا؟ نرجعو لحيشتنا القديمة عويشة تسرق وتجيب لنا باش نعيشو. انا كنت تعفيني نجمع حوايجنا ونخبيو القبيلة. وفين غادي نمشيو؟ نقلبو على خالتي مينا. كنتي عزيزة عليها ملي كنتي صغيرة حيت كتشبهي ليها. انا سمعت امي واحد المره كتقول بلي ساكنه في دوار ولاد داوود. وفين جا هاد الدوار؟ نبقاو نسولو عليه حتى نلقاوه. نقولوها لعويشة تمشي معنا ياك؟ واش حماقيتي؟ بغيتيها تخلو الدوار ويعودو جارين علينا حتى هما؟ سامحي ليا فطوش، با وصلنا باش ما نتفرقوش، ومهما كان عويشة اختنا حشومة نخليوها ونهربو عليها. ياك ايوا بقاي معاها. سيدي فين انا؟ كيفاش حتى وصلت لهنا؟ ياك انت سيدي اللي قلت لي نهز اعز حاجه واللي حبته خاطري وبغاته. وانت سيدي اعز حاجه عندي في ديك الدار. فهادي غلبتيني. غير فهادي وصافي ديما غلباني. هادي الدار اللي كنتي كتسكني فيها. أنا في الخلقيت وكبرت أنا وخواتاتي. وعديني عويشة، وعديني ما بقاش تعودي. كان وعدك عمري ما نخسر لك خاطرك ولا ندير شي حاجة اللي تقلقك. عويشة برجع. با عويشة برجع. عويشة شوفي بابا. هلي هلي يا وحشة. يا وحشة هلي. واخا واخا انا جايه.